السلام عليكم. صلاح الدين التحاني، فاعل جمعوي بمنطقة المحاميد. اليوم دوري غادي نتحدث على القرار اللي اتخذته السلطات بخصوص الإغلاق ديال الحدائق كما تنقولوا الجريدات في منطقة مراكش. كما تنعرفوا أن مراكش المتنفس الوحيد عندها حاليا في هذه الفترة ديال الحجر مورا الحجر الصحي هما الحدائق والجريدات. فاش تنقولوا حدائق وجريدات ما يمكنش نسدوا لهم الجريدات والحدائق وما نوفروا لهمش بديل آخر. تيجي قرار الإغلاق ديال الجرادي البارح، الناس تيتفاجئوا بقرار ديال الإغلاق، كانت صدمة، كل واحد كيتقبلها. حنا بدورنا كفاعلين جمعويين وكمجتمع مدني حتى حنا بدورنا جاتنا في شكل أن قرار يتخذ بحال هكا، وخصوصا لمدينة مراكش. لذلك بدوري تناشد أن قرارات بحال هكا تيجيو من السلطة تيخصهم يكونوا دايرين بحساب ودايرين بعين اعتبار ان المواطن، وخصوصا كما تنقول لك المواطن المراكشي، انه يتدار له حل بديل. مثلا فاش غلقنا الجرادي وغلقنا الحدائق، يتدار له حل. مثلا ما نغلقوش الجرادي، نتدار له حلول، نشوفوا التباعد الاجتماعي، نشوفوا التعقيم، نشوفوا حملات تحسيسيه للمواطنين، ولكن ما نغلقوش الحدائق والجرادي لانهم تيتعتبروا المتنفس الوحيد لهذه الفئه، وخصوصا الفئه المتوسطه، وخصوصا خصوصا خصوصا الناس تمراكش وتتعرف الاجواء ديال الصاد والنفسيه كي كانت مورا الحجر الصحي. عادل ايت بوعزه، فاعل جمعوي بمنطقه المحاميد، وبدوري يعني تفاجئنا بهذا القرار ديال اغلاق يعني الفضاءات الخضراء في مدينه مراكش. القرار اللي جا الامس وكان يعني الكثير من الحديث حوله من طرف الفاعلين في المجتمع المدني، من طرف متتبعين ديال الشأن المحلي. وفي الحقيقه هذا القرار يعني كان المبرر ديالو بالنسبه يعني للجهه الصادره له هي يعني التفاعل او محاوله احتواء هذا الوباء اللي جا المراكشيين. يعني واحد النسبه كبيره من المراكشيين بدينا اليوم كنسمعوا بانه كتصاب فيروس كورونا، كاين واحد انتشار خطير ديال الوباء في هذه المدينه، وكاين هذا القرار اللي جا باش انه يحاول ينقص شويه من هاد الابعاد ديالو، هاد الافه ديال هذا الوباء. الوغ حنا بالنسبه لنا في مدينه مراكش تفاجئنا بهذا القرار، لانه في اعتقادي انه كيمس فقط يعني الطبقه الفقيره، الطبقه المتوسطه اللي هما الوحيدين اللي كيجيو الفضاءات الخضراء العموميه اللي كيحاولوا يلقاو بانه هي المتنفس الوحيد بالنسبه لهم. فبالتالي انا كنعتبر بانه هذا القرار هذا غير مدروس، ما كايناش دراسه ديال الجدوى ديالو، وما كاينش حتى يعني بالنسبه ليا يمكن يكون عنده تاثير على الوضعيه الوبائيه، لانه هاد الناس في الوقيته اللي ما كنجيبوهمش تنحيدوهم من هاد الحدائق راه كيمشيو للمقاهي، كيمشيو للمطاعم، وبالتالي بدل اننا ما نشتتو في عموم الساكنه فكنجمعوهم في بعض المناطق العموميه، وهذا هو اللي غيزيد من الخطا ديال الوباء، وغيزيد من الضيق على النفسيه ديال المواطنين المراكشيين، وغادي يزيد يأزم الوضعيه بالنسبه لواحد المجموعه من الناس اللي كيعيشوا في هاد الحدائق، منهم محلات تجاريه كيف كتشوفوا في حديقه النظام، محلات تجاريه هنا على العموم اللي كتشتغل بشكل مباشر مع رواد ديال هاد الحدائق، واللي اليوم غيعيشوا يعني ازمات كتستمر. ما عمر منطقه يعني مراكش خرجت من المنطقه جوج، فبالتالي كان دائما هاد التاثير الاقتصادي والتاثير على هذه المدينه كبير جدا على الجميع. فاليوم كنشوفوا بان هذا القرار كيتزاد من بين القرارات الاخرى اللي كتفضي الى اختناق هذه المدينه اقتصاديا واجتماعيا وايضا سياحيا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لموقع بالبريس على مواكبه الاحداث وحضور دائما في قلب الحادث. بما يخص قرار تاع اغلاق السلطات المحليه للفضاءات الخضراء والحدائق العموميه، فهو شويه صعيب بالنسبه للنفسيه ديال المواطن، بحكم تنعرفوا الساكنه تاع مدينه مراكش ان المتنفس الوحيد ديالها هو الحدائق والفضاءات الخضراء، ما بعد الحجر الصحي فكان هذا هو المتنفس الوحيد. نتمنوا انه كما كنا نتمنوا انه يكون هناك تدابير اخرى للحد من انتشار الوباء قبل ما يكون قرار الاغلاق، وانه تضعوا قوانين ويكون واحد التخفيف بالنسبه للحدائق باش ما يتسدوش هاد الحدائق هادو على المواطنين ويستافد منهم تستافد منهم الساكنه. النهار اللي كان فيه القرار اللي هو يوم الجمعه،
فكذلك تنشوفوا كاين واحد الاكتضاد في المقاهي، يعني هاد الناس هادو اللي تيخرجوا من الجرده ومن من هاد الفضاءات الخضراء راه غادي يمشيو ثاني لاماكن اخرى اللي غادي تعطي واحد الاكتضاد ثاني وتكون تسبب في واحد البؤر اخرى انت انتشار الوباء. لهذا نتمنوا انه يرفع لنا هذا الوباء ان شاء الله في القريب العاجل. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.